مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل بنتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية اللي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس آخر طبعا جلسات الأسبوع. تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 8%، مسجل 11015 نقطة. صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بتعاملات بنسبة 32%، مسجل 2088.36 نقطة. مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا زاد بنسبة 27%، سجل 3038.42 نقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق 19.29%. المرتبة الثانية جاء قطاع العقارات بنسبة 18.28%. قطاع الموارد الأساسية جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 11.46%. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب حوالي 1.2 مليار جنيه، وصل ل 642.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه. خلونا نعرف مزيد من التحاليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية النهاردة، اللي يعني على مدار الأسبوع احنا بنتكلم في صعود وهبوط. الأستاذ سعيد الفقي خبير أسواق المال مشرفنا ومنورنا في الاستوديو، برحب بحضرتك معانا. أهلا بك يا فندم أستاذة مشعل. واسمح لي نخرج لتقرير ونبدأ حلقتنا. مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس آخر تداولات الأسبوع، في حين مال المستثمرون الأجانب نحو البيع. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 8% ليصل إلى مستوى 11015 نقطة. وفي المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.32%. كما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق داخل المقصورة مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 642.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 386 مليون ورقة منفذة على 41 ألف عملية. ومال صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة تصل نحو 9 ملايين جنيه، كما اتجه صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء أيضا بقيمة تصل نحو 19 مليون جنيه، بينما مال صافي تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة تصل لأكثر من 28 مليون جنيه. وتم تداول على 179 سهما، ارتفع منهم نحو 67 سهما وانخفض نحو 78 سهما، ولم تتغير مستويات 34 سهما. ولفت محللون إلى أن السوق بشكل عام تتحرك في نطاق عرضي بين 11200 صعودا و 10058 هبوطا، متوقعين استمرار تلك التحركات حتى نهاية العام الجاري. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية برحب بيا الأستاذ سعيد الفقي خبير بأسواق المال، برحب بحضرتك معنا مرة تانية يا فندم. النهاردة البورصة المصرية كان في تباين في أداء المؤشرات عند الإغلاق ونهاية التداولات بتاعة الأسبوع، بس كمان مع استمرار إعادة هيكلة المحافظ المالية في الأسابيع الأخيرة طبعا من السنة، وكمان عمليات التبديل للمراكز على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية. أدائك للبورصة المصرية النهاردة في هذا الوضع؟ خلينا نتكلم بوضوح ان الاداء النهارده تقريبا ما اختلفش منذ ما يقرب من شهر. احنا من بدايه شهر 11 وزي ما حضرتك ذكرتي السوق بيتحرك في مناطق عرضيه محدوده ما بين مستويات 10800 و 11100 11200، نطاق محدود جدا، حركه تداول ضعيفه، هناك حاله ترقب، حاله قلق لدى المستثمر ماذا سوف تسفر عنه نتائج الموجه الثانيه من جائحه كورونا، إجراءات انتقال السلطة الأمريكية وتداعياتها والوضع بشكل عام. احنا طبعا عارفين ان ترامب كان من اشد الداعمين للبورصة الأمريكية وكانت وصلت لاعلى مستويات تاريخية في وقته. بس احنا كمان قلنا ان ممكن مع يعني فوز جو بايدن البورصة تهبط، وده ما حصلش مع انه ارتفع الى حد ما. سجل ارتفاعات رهيبة بالضبط، بص لاعلى مستويات تاريخية تقريبا. يعني احنا زي ما قلنا احنا بنتحرك في نطاق عرضي محدود زي ما احنا ذكرنا بين المستويات السابق ذكرها.
نتوقع خلال الفترة القادمة ان احنا نتخطى مستوى 11200. احنا حاولنا خلال الشهر اللي فات 4 مرات ان احنا نتخطى هذه منطقة الدعم دي عند 11200، ولكن بنقرب منها والسوق تاني بيرجع قرب مستويات دعمه عند 10800 نقطة. تخطي مستوى 11200 والثبات عليه بيدفعنا لمستوى 11500 اللي هو يعد عنق الزجاجة للسوق المصري، وكده يبقى الصعود رأسي بالزبط. يعني نهينا المرحلة العرضية العرضية والتجميعية بالظبط كده، ونبدأ نستهدف مستوى 12000 نقطة. صحيح. ده المتوقع خلال الفترة السابقة خلال الفترة القادمة بإذن الله. طيب خلينا نتكلم شوية، لأن السوق النهاردة شهد عمليات شراء انتقائية، يعني كان في بعض الأسهم خاصة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وده بفضل طبعا التوقعات أن النشاط الاقتصادي يعني القوي للسوق في الأسابيع الأخيرة. رأي حضرتك في عملية الانتقاء اللي حصلت؟ خلينا نتكلم نقول أن عمليات الصعود اللي بتتم خلال الفترة السابقة هي عمليات صعود انتقائية، بمعنى أن السيولة بتوجه لعدد محدود من الأسهم نتيجة لضعفها ونتيجة لعدم توفر سيولة. فبالتالي توجه السيولة لقطاع معين أو لعدد صغير من الأسهم بيؤدي لصعوده، وبقت الأسهم بتبقى في مرحلة تجميع أو مرحلة ثبات. لما الأسهم اللي هي منتقاة دي بتحقق التارجت بتاعتها أو بتحقق نسبة الصعود بتاعتها، بيبدأ يحصل تخرج منها ويبدأ توجه رأس المال دوت يحصل للأسهم اللي كانت بتمر بمرحلة تجميع. احنا هنا بنمر بمرحلة روتيشن، بيحصل دوران الرأس المال السوقي، دوران داخلي السيولة بتنتقل فيه من الأسهم اللي هي حققت نسبة صعود الى الاسهم اللي بتمر بمرحله تجميع، لان احنا ما بنشوفش صعود جماعي. ليه؟ علشان خاطر الامور مش واضحه بالنسبه للاقتصاد العالمي بشكل عام في الاوضاع الحاليه، فبالتالي الصعود بيبقى انتقائي حسب توافر حجم السيوله اللي هي المحرك الاساسي للسوق المصري. طيب خلينا نرجع شويه للمؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30، والنهارده تراجع نسبه حوالي 8%. تراجع خفيف، لكن تقييمك لاداء المؤشر، نقاط الدعم والمقاومه اللي موجوده؟ احنا اتكلمنا ان احنا عندنا نقط دعم عند مستوى 10800 نقطه، وعندنا نقطه مقاومه من 11100 الى 11200. زي ما احنا ذكرنا قبل كده اقتربنا من هذا المستوى 4 مرات، المرة الرابعة، ولكن لم نستطع تخطيه. اعتقد ان هيحصل بعد فترة التجميع الطويلة ديت بيحصل بوش وقوة دفع بيبدأ تتخطى هذا المستوى، والثبات قاعدين بيدي ثقة اكتر للمستثمر وبيدي اطمئنين اكتر، وبيقدر ان هو يضخ سيولة ويبدأ السوق يتجاوز المستويات اللي هو عليها دي ويوصل للمستهدف اللي هو زي ما احنا قلنا عنق الزجاجة للسوق المصري 11500 نقطة. تخطيها هيوصلنا ل 12000 نقطة وهيدي رؤية جديدة للسوق المصري. طب بالنسبة لي مؤشر اي جي اكس 70 الاسهم الصغيرة والمتوسطة هو صعب النهاردة كمان. خلينا نتكلم ان اسهم الصغيرة المتوسطة هي كانت محل اهتمام غالبية المستثمرين خلال الفترة السابقة. ليه؟ النتيجة لانخفاض سعرها، في اسهم منها كثيرة جدا وصلت لمستويات تاريخية من حيث انخفاض سعرها، بالتالي فهي كانت تعد فرصة شراء جيدة جدا، تعد فرصة اقتناص جيدة لغالبية المستثمرين، وده اللي حصل. كثير منها صعد بنسب تتقارب ما بين 40 و50%. فبالتالي المؤشر السبعيني صعد برضو لمستويات تاريخيه النهارده بنتكلم ليه، اللي هو وصل لمستوى زي ما حضرتك ذكرت تخطى مستوى 2000 نقطه واقترب من مستوى 2100 نقطه. عندنا بالنسبه له في مستوى دعم عند 2050 نقطه والمستوى المقاومه عند 2100 نقطه. 2100 مستوى دعم احنا قلنا 2050 والمستوى المقاومه 2100 بالظبط. طيب خلينا، احنا عندنا في ارتفاع في حجم السيوله، سواء كان عندنا تداولات الاسهم النهارده كانت مليار و300 مليون، او كان الحجم الكلي للتداولات كان مليار و600 مليون. حجم التداولات النهارده حضرتك شايفه ازاي؟ الى حد ما مع بدايه شهر جديد ومع نهايه عام جديد يعد مقبول. عايزين نتكلم ان اللي بيحصل ان التداولات دي او حجم التداول ده من مستثمرين الافراد، غالبيتهم مستثمرين الافراد اللي هم بيتداولوا على المؤشر السبعيني اللي هم حققوا من خلاله نتائج ايجابيه خلال الفتره السابقه وادوا لصعود المستويات السابق ذكرها. بالتالي فحجم التداول في الوقت الحالي مع نهايه العام، مع اغلاق المؤسسات، مع تقفيل بعض الشركات، بالتالي ده مقبول جدا الى حد ما. ولكن الثبات المؤشر الرئيسي هو ده اللي محتاج ان هو يتخطى المستويات اللي هو ثابت عليها اللي هي بعد 11200 نقطه. طيب خلينا نتكلم شويه، ان احنا كان عندنا بعض المحفزات على مدار يعني العام، وكمان في الشهر الاخير كان عندنا مجموعه من الحقيقه الاحداث اللي اثرت،
ودفعت البورصات حتى البورصات العالميه سواء من وجود لقاح لفيروس كورونا او انتخابات الرئاسه الامريكيه، كل ده عمل دفعات للبورصه على مدار الفتره اللي فاتت. هل التاثير ده ممكن يفضل مستمر ولا احنا محتاجين احداث اخرى تدي دفعه للسوق او البورصه؟ طبعا احنا محتاجين محفزات باستمرار علشان نتخطى مستويات احنا موجودين عليها منذ فتره. احنا لو بنتكلم في قوه الدفع، لو احنا لاحظنا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر من 2016 حصل قوه دفع المؤشر وصل فيها خلال عام ونصف بالظبط من نوفمبر 2016 الى ابريل 2018 تقريبا عام ونصف، المؤشر صعد فيها ما يقرب من 10000 نقطه، صعد من مستوى 8400 نقطه الى مستوى 18400 نقطه بشكل مباشر، والبورصة المصرية في ذلك الوقت حققت أعلى نسبة ارتفاع على مستوى العالم. طبعا ده كان راجع زي ما احنا قلنا لأن دخول المؤسسات الأجنبية بشكل كبير، الاستفادة المزدوجة ليهم من تحرير سعر الصرف كانت حققوا استفادة مزدوجة، ضعف مضاعفة القوة الشرائية بالنسبة للدولار 100%. تاني حاجة انتهاز فرصة انخفاض مستوى أسعار الأسهم المصرية. طبعا بعد الصعود للمستويات عند 18800 كان لازما يحصل تخارج ولازما يحصل جني أرباح، وده اللي حصل من تاريخ ده بالظبط تحديدا 4/2018. احنا ما زلنا في النفق اللي هو الضيق العرضي دوت اللي هو مدي ترند داون الى وقتنا الحالي، فبالتالي طول شويه مرحله العرضيه ما هي طولت بالظبط كده. ولكن زي ما حضرتك ذكرتي من شويه المحفزات اللي هي اهمها اللي هي تخفيض ضريبه الدمغه من 1.5 الى نص، وإلغائها على إلغاء نهائيا على عمليات التداول في نفس اليوم. طبعا ده محفز قوي بالاضافه للتفعيل الفعلي للشورت سيلينج والاهتمام الحكومي والاهتمام الرئاسي وبدايه تنفيذ البرنامج والطروحات الحكوميه، كل ده اعتقد هيدي دفعه وبوش مع بدايه العام الجديد، واعتقد ان احنا هنشوف مستويات تانية في البورصه المصريه. اعتقد ان الاستثمار حاليا في البورصه المصريه يعد هو الارخص على مستوى الاستثمار بشكل عام. احنا بنتكلم حضرتك من شويه ان احنا هناك روتيشن او دوران لراس المال داخل السوق نتيجه لضعف السيوله، فاللي بيصعد فئه او قطاع معين من الاسهم حتى يحقق تارجته وبعد كده تنتقل هذه السيوله لان ما فيش سيوله تصعد الاسهم كلهم. ولكن لو عممنا الكلام ده على الاستثمار بشكل عام سواء استثمار عقاري استثمار في الذهب، هنلاقي الاستثمار في الذهب او العقارات او في اغلب الاستثمارات حقق تارجته في خلال العشر سنوات السابقين، حقق مستهدفات اعلى. لو بص الذهب وصل لاعلى مستوياته، لو بصينا على العقارات هتلاقي وصل، هنلاقي الاستثمار في الاوراق الماليه بل بالعكس هو كان خلال صعود هذه الاستثمارات هو كان بياخد اتجاه منخفض وكان بياخد اتجاه ترند داون. فبالتالي زي ما قلنا الروتيشن بينتقل بقى، تنتقل السيوله بشكل عام من الاستثمار في هذه الاشياء الى الاستثمار في الاوراق الماليه لانه يعد الان فرصه جيده للاستثمار وفرصه اقتناص. وبالتالي نعتقد ان مع بدايه العام هيكون في سيوله ضخ سيوله كبير ممكن يحقق مستهدفات كبيره جدا عن اللي احنا متوقعينها ان شاء الله. على ذكر قطاع العقارات، كان هو متصدر بقاله فتره طويله قوي المرتبه الاولى، النهارده يمكن شاهدنا ان قطاع البنوك تخطى ووصل للمرتبه الاولى وقطاع العقارات المرتبه الثانيه. شايف ان ده ممكن يستمر ولا ده لمجرد النهارده لما حدث؟ هو في اخبار جيده عن بعض البنوك طبعا اثرت بالايجاب على اداء هذه البنوك خلال جلسه امس وجلسه اليوم. وطبعا مع ارتفاع احجام التداول على هذه الاسهم ادت الى ارتفاع القطاع بشكل عام، وده اللي احنا شفناه خلال جلستين السابقين. ممكن يستمر ولا ممكن الى حد ما؟ طبعا ما يبقاش في استمراريه مطلقه يعني. طيب خلينا نتكلم شويه على فكره بقاء مصر او ان التصنيفات للمؤسسات العالميه ابقت الاقتصاد المصري في تصنيفه الائتماني على بي، وكان في الامور مستقره. الامور مستقره، وان اتقال ان من البلدان الواعده اقتصاديا في الفتره القادمه رغم جائحه كورونا كانت مصر والامارات. هل الاخبار دي ممكن تدفع المستثمر للدخول للسوق وان هو يبدا ان هو يعني بعيدا عن المخاطره اللي موجوده في العالم؟ بالظبط، احنا بنتكلم ان الاقتصاد المصري محقق اعلى معدل نمو في المنطقه 3.6 رغم جائحه كورونا، ونازلين نتكلم ان مع بدايه هذا العام كان في مرحله جمود اقتصادي عالمي بشكل عام، ولكن نتيجه طبعا لمنظومه الاصلاح الاقتصادي اللي قمنا بها من 2016 حتى وقتنا الان كان من نتائجها ان احنا وصلنا لهذه المستويات، وبالتالي اعتقد انها هتكون في ارتفاع خلال الفترات القادمه مقارنه بالدول الاخرى. اسعار الذهب يعني ارتفعت النهارده مع تراجع لاسعار الدولار،
ده برضو لحد ما هي بقى كانت ملاذ منخفضه خلال الفتره الايام اللي فاتت، ولكن بدايه النهارده كان في ارتفاع. ده معناه ان الناس برضو خايفه من المخاطره وبدات تتجه مره اخرى للملاذات الامنه. هو حضرتك طبعا معروف ان الذهب يعد هو الملاذ الامن، صحيح، ولكن الملاذ الامن ده بيتوافر في وقت الازمات او وقت الحروب. يعني بمعنى لما يكون هناك ازمه زي جائحه كورونا، لما يكون هناك توترات عسكريه او سياسيه في بعض الدول ما، فبيتجه المستثمرين الى الذهب كملاذ امن. ولكن في الوضع الحالي اعتقد بعد التصديق على لقاح لفيروس كورونا بنسبه نجاحه 90% تقريبا، مع الهدوء النسبي للاجواء بشكل عام في المنطقه والدول المجاوره، ما فيش هناك ما يستدعي الى الاقبال على الذهب بقوه، وبالتالي مش متوقع صعوده اكبر من النسب اللي حققها سابقا. ده يعتبر الصعود اليوم النهارده يعتبر تصحيح لانخفاض سابق لمده 10 ايام. توقعات حضرتك ليه الاسبوع القادم في البورصه المصريه؟ نتوقع الاسبوع القادم ان شاء الله ان احنا النهارده اغلقنا على قرب 11000 نقطه، اتوقع ان احنا نتخطى باذن الله الاسبوع الجاي مستوى 11100 11200. الثبات اعلى المستوى ده هيودينا ل 11500، وده اللي احنا منتظرينه علشان ان شاء الله نكون هناك على بدايه هذا العام على مشارف 12000 نقطه ان شاء الله باذن الله. استاذ سعيد الفقي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. استاذ سعيد الفقي خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام، حاولنا ان احنا نقدم لحضراتكم النهارده تحليل للبيانات والمعلومات والارقام اللي النهارده البورصه حققتها من خلال برنامجنا مؤشر النيل. ان شاء الله الاسبوع القادم يبقى فيه مستوى افضل للبورصه المصريه ونوصل للمنطقه الخضراء بشكل وصعود راسي للاسهم. بشكر حضراتكم جدا، نشوفكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من مؤشر النيل. شكرا ليكم وإلى اللقاء.